أتحول لسيد سيادة العميد خالد عكاشة. بداية، حضرتك وصفت تنظيم الدولي للإخوان ذات مرة بأنه مجلس الإدارة لكل فروع جماعة الإخوان على مستوى العالم، وهو من يدير شؤون هذه الأفرع المختلفة. الآن كيف تقيم هذا التنظيم من الناحية الأمنية، من ناحية قدرتها على التأثير ومع حركتها في الخارج أيضا؟ هل نتحدث في الجانب الأمني عن تنظيم متماسك، أم أن السنوات العشر مزقته بالفعل وهو في الخارج وجعلته أداة تتجاذبها أجهزة الاستخبارات العالمية وخاصة الأوروبية، حيث يتواجد معظم أفراد التنظيم سيادة العميد؟ يعني الحقيقة بلا شك لا يمكن إغفال الآثار السلبية الكثيرة التي خيمت على التنظيم الدولي وعلى أفرعه المختلفة. البعض منها موجود في العاصمة البريطانية لندن، والبعض الآخر في دولة تركيا. كلا الجناحين ضربهما انشقاق كبير، وكعادة التنظيمات السرية عندما تصاب انتكاسة كبيرة بحجم ثورة 30 يونيو 2013 في مصر وتوابعها في كل من تونس وليبيا، ومن ثم بعد ذلك في السودان وإزاحة نظام البشير عبر ثورة شعبية، التنظيم السري أيا كان نوع هذا التنظيم عندما يصاب بهذه الانتكاسة ترتد مجموعة من الارتدادات تصيب هذا التنظيم بشروخ عميقة وبانشقاقات، وهذا ما تابعناه خلال السنوات الماضية. ويعني تابعنا انقسام للأجنحة وتبادل الاتهامات هنا أو هناك من هذه الأجنحة، وتهم بالفساد وتهم بمتبادلة ما بين الأجنحة بالاستئثار بالقرارات الكبرى الخاصة بالتنظيم الدولي وبأفراعه المختلفة، قدر عالي جدا من التخوين واتهامات بالخيانة وبالعمالة، وبأن كل قيادة هي السبب فيما أوردت له مصير التنظيم في كل أنحاء العالم. أعتقد هذا الأمر هو أمر منطقي ووقع في الإخوان ربما بشكل كبير جدا، وأصاب التنظيم الدولي بحالة من عدم الاتزان لا يمكن وصفه بأنه اليوم تنظيماً متماسكاً على الإطلاق، بل بالعكس قلص تحركاته إلى أدنى مستويات ممكنة. تحسن العلاقات السياسية ما بين القاهرة وبين كثير من عواصم الدول التي كانت تستضيف مجموعة من قيادات الإخوان أصابت أيضاً الإخوان بتراجع كبير، ولا يمكن إغفال هذه النقطة، وهي نقطة محورية لأن الحقيقة تصيب العناصر الموجودة في داخل هذه الدول بحالة من حالات التضييق الشديد على حركتها وعدم السماح لها بأي إجراءات تنظيمية أو خلافه. فاليوم التنظيم يمر بأسوأ مراحله بلا شك، لكن بما أننا نتحدث عن بريطانيا على وجه التحديد، يعني حتى الآن لم تتخذ الحكومة البريطانية ولا أجهزة الأمن البريطانية قراراً حاسماً في مسألة التعامل والتعاطي مع هذا المكون الذي أثبت نزوحه إلى الإرهاب وانضمامه إلى التنظيمات الإرهابية، خاصة في الفترة ما بعد العام 2013. هذه وقائع مثبتة، والتنظيمات التي شكلها التنظيم الدولي ودفع بها إلى داخل مصر صنفت في قائمة التنظيمات الإرهابية للولايات المتحدة الأمريكية، وهنا أقصد حركة حسم الإرهابية وحركة لواء الثورة، كلاهما تنظيمان إرهابيان متكاملان وينتميان إلى جماعة الإخوان بشكل مباشر. والعديد من التنظيمات الإرهابية ولدت من رحم الإخوان بالفعل سيادة العميد.